اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات عمو بشاره على الهوا. بقى لي فتره كبيره ما شفتكوش. في البدايه احب اقول ان للاسف احنا فقدنا من ايام يعني مش بعيده الدكتور والخادم دكتور ثروت باسيلي رجل العطاء. باسمي واسم أسرة البرنامج بنقدم خالص العزاء لأسرته وأولاده اللي أكيد هيكملوا مسيرته في حب الكنيسة وخدمتها. احنا متأكدين ان الدكتور ثروت في مكان حلو خالص في السماء. لان ليه يا أولاد احنا متأكدين؟ لان ربنا قال لنا ان الانسان اللي بيفرح ربنا وبيعمل بوصايا الانجيل وبيخدم اولاده لازم يكون في مكان كويس. زي بالظبط الحدوته اللي احكيها لكم النهارده. فاكرين مثل الوزنات اللي كلمنا عنه بابا يسوع في انجيل متى؟ طبعا انا معلش دخلت في على طول كنت هدخل في الحدوته ونسيت حبايبي الحلوين اعرفكم على صديقاتي اللي موجودين معانا النهارده. معايا قدامي ماريا. ماريا في سنه اولى ابتدائي بنوته شطوره خالص. وقاعده جنبي ايمي بنوته جميله خالص وشطوره وبترنم وصوتها جميل خالص وهنسمعها كمان شويه. كنا بنتكلم يا اولاد على ان اللي بيعمل خير وبيخدم ربنا وبيخدم الكنيسة أكيد بيروح في الآخر مكان كويس. مش ده وعد ربنا لينا؟ صح؟ مثل الوزنات اللي في إنجيل متى كان بيحكي عن إيه المثل؟ بابا يسوع كلمنا عن راجل سيد غني كبير خالص وعنده فلوس كتير كان مسافر. فقرر قبل ما يسافر يسيب الأموال بتاعته على سبيل الأمانة كده مع الخدام بتوعه. فإدى كل واحد على قد طاقته كمية من المال. إدى واحد منهم 5 وزنات وإدى واحد تاني وزنتين وإدى خادم تالت وزنة واحدة وسافر. طبعا هم قعدوا يفكروا إزاي يشغلوا الوزنات أو الفلوس اللي معاهم علشان يربحوا
وزنات أكتر والفلوس تكتر، فسيدهم لما يرجع يفرح بيهم ويكافئهم. الراجل الأولاني، الخادم الأولاني اللي معاه الخمس وزنات، ابتدى يشتغل عليهم ويستثمرهم، كسب خمس وزنات كمان. بقي معاه كام؟ خمسة وخمسة كام؟ عشر. التاني اللي معاه وزنتين عمل نفس الحكاية واستثمر فلوس وابتدى يربح من وراها وزنات تانية، كسب كمان وزنتين قصاد الوزنتين اللي معاه. بقي معاه كام؟ 20. لا، وزنتين وكسب وزنتين، يبقى معاه 4 صح؟ ايه الخادم التالت؟ خادم كسول وخايف، كان خايف من سيده يحسن الوزنة اللي معاه تضيع، كان معاه وزنة واحدة. قال لا، انا هحافظ عليها زي ما هي، وراح دفن، حفر في الارض ودفن الوزنة وفضل محافظ عليها لحد ما سيده رجع من السفر. فجوم التلاتة اول ما سيدهم رجع من السفر قال لهم يلا بقى عملتوا ايه بالوزنات اللي معاكم؟ الخادم الاولاني قال له يا سيد انا استثمرت وتاجرت بالوزنات وكسبت خمس وزنات تاني، اتفضل ادي العشر وزنات بتوعك. رد عليه وقال له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. وفرح بيه قوي. الخادم التاني قال له يا سيد أنا كان معايا وزنتين تاجرت بيهم واستثمرت وبقيوا 4، اتفضل الأربع وزنات بتوعك. قال له نفس الكلام، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. جي بقى الخادم الثالث قال له أنت عملت إيه؟ قال له يا سيد أنا عارف أن أنت شديد وقوي وخفت الوزن تضيع مني، فأنا دفنتها في الأرض وحافظت عليها لحد ما جيت، وتفضل الوزنة بتاعتك. السيد بتاعه زعل جدا، قال له انت كسول وشرير وما استثمرتش الوزنة، انت ما ينفعش كنت ادي لك الوزنة دي خالص، وازاي عرفت ان انا قاسي؟ انا ازاي عرفت ان انا قاسي وهزعل الموضوع ده؟ هات الوزنة اللي معاك واطلع بره. وخد الوزنة اللي معاه ادها للخادم الاولاني اللي هو معاه 10 وزنات. لحد كده يا ولاد والمثل خلص، إنما تعالوا نفسره مع بعض. السيد هنا هو بابا يسوع، والخدم هم مين؟ إحنا. فربنا بيدي كل واحد فينا وزنة، ممكن مش لازم تبقى فلوس، ممكن يدي واحد وزنة موهبة لازم يستثمرها يستفيد بيها ويفيد الناس ويمتعهم. واحد تاني يديله موهبة مثلا الخدمة يخدم ربنا ويخدم الكنيسة، واحد تاني يديله موهبة انه يديله خير كتير وفلوس كتير فيبتدي يخدم الكنيسة ويخدم اخوة الرب والناس الفقراء والمساكين، زي بالظبط ما دكتور ثروت كان بيعمل. علشان كده انا قلت في الاول ان احنا عندنا ثقة ان دكتور ثروت في مكان جميل خالص في السماء مع القديسين والأبرار وأمام عرش النعمة. أكيد ربنا دلوقتي هيقول له زي ما السيد قال للخادم، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. انتوا بقى عندكم مواهب بقى؟ يعني أنا عرفت إن إيمي بترنم، هل يا إيمي بتستثمري موهبتك بقى وبترنمي في الكنيسة وبتمتعي الناس بصوتك وبالكلام الحلو؟ أنا برنم وعندي موهبة كمان قص ورسمة وتنين. تمام تمام، أهو دي إيه؟ بتستثمر موهبتها، واخدة بالك يا ماريا؟ بتستثمر موهبتها وربنا هيفرح بيها. وأنت أنا حاسس إن أنت عندك موهبة برضو، شكلك كده مثلا بترسمي صح؟ بترسمي؟ طيب دي موهبة جميلة خالص، ممكن تستثمريها انك ترسمي بقى صور قديسين وايقونات، ولا بتعملي ايه؟ بحب اقص ولزق، بعمل قديسين بس انا ما عنديش بقى، مش بعمل الحاجات دي عشان انا مش عندي الحاجات دي. حلو خالص، اما تكبري هتكبري الموهبة دي معاكي وهتستثمريها وتقدري تفيدي الناس وتقدري تعلمي صديقات. بحب ارنم.
هايل هايل، دي موهبه برضو. بحب الون وارسم. دي موهبه برضو، لازم نتاجر بمواهبنا والنعم اللي اداها لنا ربنا، نتاجر بيها مع ربنا فنكسب كتير قوي، ويبقى رصيدنا عنده حلو خالص، علشان في الاخر نبقى في السماء مع الابرار والقديسين. صح؟ لازم الواحد فينا يدور كده هو شاطر ومتميز في ايه، ويشتغل على الموهبه بتاعته اللي اداها له ربنا، ويستثمرها ويتاجر بيها تجاره رابحه علشان ربنا يفرح بيه. ده بقى كنا بنتكلم في الوزنات. انا بقى عايز اسالكم سؤال، انتوا شايفين انا جايب لكم معايا ايه النهارده؟ قصف وقلقاس. قصف وقلقاس، عارفين ليه؟ مين هيقول ليه؟ القطاس. برافو عليك يا ايمي. احنا فعلا كنا مبارح بنحتفل بعيد القطاس، كنا قصب و قلقاس. بالظبط. عيد القطاس او عيد الظهور الالهي ده بيبقى 11 طوبة من كل سنة، وده ذكرى عيد الظهور الالهي لما السيد المسيح اتعمد على ايد يوحنا المعمدان، وكان بابا يسوع ساعتها عمره 30 سنه. وفي الوقت ده فاكرين ايه اللي حصل وهو بيتعمد؟ ايه اللي حصل لما يوحنا المعمدان عمد بابا يسوع؟ نزلت الروح القدس في شكل حمامه. نزل الروح القدس في شكل حمامة، وسمعنا صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. برافو برافو يا ماري. فده فعلا عيد الظهور الإلهي. ليه؟ لأن كان الثالوث موجودين، الأب موجود في السماء واللي سمعنا صوته، الروح القدس اللي ظهر في شكل حمامة نزل، والابن بابا يسوع اللي موجود في المية. المهم بقى القلقاس والقصب ده موضوع تاني خالص. ليه بناكل بقى قلقاس مثلا في عيد الغطاس؟ القلقاس هقول لكم، القلقاس في علاقة أو رمز بينه وبين المعمودية. أولا القلقاس ده لو أنتم ما تعرفوش بيبقى فيه مادة سامة المفروض مضرة، اللي هي المادة الهلامية. إنما بقى يا إيمي بمجرد ما يتحط في المية بتتحول المادة المضرة دي لمادة مفيدة ومغذية جدا. فزي بالظبط لما احنا بنتطهر بالمية المعمودية من سموم الخطية، نفس الشبه. كمان القلقاس ده بيبقى مدفون تحت الأرض وبعدين بيطلع تاني من الأرض ويبقى طعام جميل، زي بالظبط في المعمودية ما بنتغطس، قالك مدفونين معه صح، ونقوم مع المسيح. في حاجة تانية مهمة جدا، القلقاس ده لازم عشان ناكله نشيل القشرة الخارجية الصلدة دي، زي بالظبط ما احنا بنتخلص من الملابس القديمة، ملابس الخطيئة بتاعتنا، وبنلبس ملابس الطهر والنقاء، الملابس الجديدة في المعمودية. عارفين احنا بابا ابونا الكهن بيغطسنا كم مرة في المعمودية؟ 3 مرات. برافو عليكي. وبرشمنا كم رشمة؟ 3 مرات. لا، مرتين. 36 رشمة. تمام، ده بقى القلقاس. طب حد يقول لي يا عم بشارة القصب طيب ايه علاقته بالمعمودية؟ حد عنده فكرة؟ القصب بيتزرع في الأماكن الحارة، زي بالظبط حرارة الإيمان وحرارة الروح. القصب بيبقى مغمور في المية الأول ويطلع في وسط مية كتير، وبعدين بيطلع مستقيم كده بالظبط زي استقامة الإيمان. وكل وزي ما انتوا شايفين بيبقى عقل، كل عقلة بتمثل قامة جديدة بناخدها في الإيمان زي ما بننمو في الإيمان. الأهم قلبه أبيض ومسكر جدا، زي بالظبط حلاوة الإيمان، زي الروح الحلوة دايما بتبقى سلة وسكر. بالظبط، برافو عليك. ده بقى القصب والقلقاس. طبعا أنا بقى إيه، عشان الحلقة خلاص عايزين بقى ندخل في حاجات تانية. أنا أوعدكم بقى أن العادة المصرية اللي تعودنا عليها دي هنحاول نمص قصب ونطبخ القلقاس، بس بعد الحلقة. موافقين؟ نقعد سوا كده ونمص قصب. دلوقتي بقى عايزين بقى إيه نفتكر الجزء النشط كده الجميل اللي بنراجع فيه معلوماتنا، اللي هو الخاص بمين بقى؟ لما بيبقى فيه أسئلة وبتاع، عايزين يبقى مين معانا دلوقتي؟ بابا يسوع. لا، مين اللي بيجيب الأسئلة؟ عمو مايكل. عمو مايكل صح. طب احنا بقى عمو مايكل، بصوا ده بيتي انا وده بيته اللي هو الشباك اللي عنده اللي منور ده،
بس هو الظاهر مش عارف ان انا جيت بقى. تعالوا ننده عليه عشان ينزل لنا بسرعه. هقول واحد اتنين تلاته نقول يا انكل مايكل بصوت عالي نخضه. ماشي واحد اتنين تلاته يا انكل مايكل. مش سامعنا، علوا صوتكم يا انكل مايكل. بصراحه اوه بقى يا عم بصراحه انت النهارده انت مايكل ازيك يا عم بصراحه انا وانت طيب. الله انت اسمك ايه؟ ايمي. ايمي ايمي وماريا. ماريا ازيك عامله ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. عيد غطاس سعيد عليكم. انا عايز اعيد على كل اصحابنا كمان. انا شايف النهارده جايبك القصب والقلقاس. عظيم جدا يا عم بصراحه. بس نسيت اجيب فرختين كده هنجيبهم ونطبخ القلقاس ونص قصب. لا بس حاجه عظيمه جدا، احنا النهارده نحتفل جامد قوي مع بعض ومع اصحابنا. وكمان عايزين نحتفل ونعيد على كل اصحابنا اللي ما شفناهمش من وقت الكريسماس اللي فات. نقول لهم كل سنه وانتم طيبين. عيد الميلاد وعيد الغطاس كلها اعياد كبيره واعياد سيديه جميله، كنيستنا الجميله بتحتفل بيها وفعلا تستحق يبقى ليها وضع كبير في الكنيسه، لان ده هو ده اساس ومبدا مسيحيتنا، ان المسيح اتجسد جه على الارض وكمان بيبتدي الخطه بتاعته بالعيد الظهور الالهي او عيد او الخلاص اللي هيبتدي من اول ميلاده. بالزبط. عظيم جدا كل اصحابنا معانا مبسوطين وفرحانين. عايزين الوقت ده يبقى فرح كبير قوي وفرح جميل، لان كنيستنا معودانا ان حتى كل الالحان في الوقت ده بتكون فريحي جدا وكلها فيها بهجه وفرح عظيم قوي. وانا كمان فرحان ان ايمي كمان معانا، صوتها حلو خالص وهترنم كمان شويه. ايه ده ايمي هتحضرنا حاجه جميله. وماريا برضو عندها موهبه الرسم والقص واللزق، انا كلمتهم ان ازاي ننمي المواهب بتاعتنا ونستثمرها ونفيد بيها الناس ونفيد اصحابنا ونعلم اصحابنا ونخلي موهبتنا مفيده لينا وللمجتمع حوالينا. ده اللي دايما بنقوله يا عم بشاره، حلو قوي ان كل اصحابنا اللي عنده حاجه لازم يفيد بيها كل الناس اللي حواليه وينبسط بيها ويفرح بيها وياخد الوزن اللي ربنا اداه له دي ويكبرها ويعمل بيها حاجه كبيره خالص. صح يا ماريا؟ صح. حلو خالص. اهلا بكل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا النهارده، اهلا في برنامج عم بشاره على الهواء، وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. والنهارده بقى عايزين نخلي الناس تتجدد كده في الحماس معانا ونتجدد في الاسئله وفي النشاط وفي المعلومات، وزي كده ما هناكل قصب وهننبسط بالاكل والشرب مع بعض، كمان لازم ننبسط بالاسئله ونفرح مع بعض باصحابنا اللي بيجاوبوا صح وبيجاوبوا على الاسئله بتاعتنا كلها. تمام. طبعا احنا هنرجع مواعيدنا الطبيعيه ثاني عم بشاره كل اسبوع. ايوه كل سبت من 6 ل 7 ان شاء الله، من اول السبت النهارده لغايه الاخر السنه هنكون معاكم كل اسبوع من 6 ل 7 على الهواء. عندنا حلقات تانية المسجله اللي بنروح فيها لاصحابنا في اماكنهم في الاوبشنات، دايما بنروح اماكن مختلفه وعايزين نحاول نكمل رحلاتنا جولتنا عبر مصر كلها. مصر كلها وان شاء الله كمان بره مصر. طيب حلو خالص، احنا النهارده لسه مكملين في اسئلتنا، لكن اهم حاجه نطلع نمر التليفونات عشان كل اصحابنا يستعدوا على التليفون، يستعدوا يكتبوا ارقام التليفونات يقعدوا على التليفون من اول حلقه لغايه اخرها يحاولوا يوصلوا لنا عشان يدخلوا معانا في المسابقه ويجاوبوا على الاسئله بتاعتنا. وهو ده اللي احنا بنفرح جدا بيه عم بشاره طبعا، عشان يكون في حلقات جميله جايه من تسليم الجوائز ومن صحابنا اللي بنترحب بيهم ونتعرف عليهم اكتر لما بييجوا معانا الاستوديو ان شاء الله يكون في حفله قريب جدا. طيب كل اصحابنا دلوقتي، انا مش عارف مين مستعد على التليفون ولا عم بشاره. اكيد في اصحابنا كتير التليفون ولا نستنى شويه بيحاولوا بس شويه قصب. طب ايه بقى؟ لا بس احنا قلنا القصب هناخده ونقعد بره، عندنا فرصه للقصب. لا مش هنا يا مايكل، خد لها وقت. يعني هنسيب مريم مع التليفون ونمص قصب، يعني اجل القصب ونرحب بمريم. الو مريم. مريم 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 مريم. ايوه مريم ازيك؟ انت بتتكلمي منين؟ من المنيا. مين المنيا؟ عروس الصعيد، البلد الجميله، بلد رائعه. انا بفرح بمكالمات الصعيد خالص. كل راح المنيا بيحبها وبيستغرب، يمكن مش ما يعني ما نسمعش عنها حاجات فظيعه، بس هي جميله جدا. انا رايح بكره بالمناسبه المنيا. يجي معاك بقى مشوار، تعال القصب هناك. تعال. مريم بنرحب بيكي. انت عندك كام سنه يا حبيبتي؟ 9. يا رب يبقى عندك 100 سنه. يلا بقى اشتقنا لاصحابنا اللي بيشاركونا في المعلومات وبيجاوبوا كويس ويكسبوا معانا. مش هضيع وقتك، يلا بسرعه مع انكل مايكل اختاري رقم مجموعه وندخل في المسابقه. نشرح لهم اللعبه انكل مايكل الاول. طبعا نفكر كل اصحابنا باللعبه، بقى لنا فتره طويله عايزين نفكر كل اصحابنا بالالعاب بتاعتنا. طبعا مسابقه كلنا بنشترك فيها لما نتكلم على الهواء على التليفون. ودلوقتي بناخد ارقام كتير قوي زي مريم كده عايزه رقم 9 ومتحمسه له قوي. احنا بننزل مجموعات كتيرة قوي من الأرقام، يعني عندنا من رقم 1 لرقم 12 زي الساعة كده 12 رقم، وال 12 رقم دول هي كل رقم فيهم عبارة عن مجموعة أسئلة. بنختار رقم من ال 1 ل 12 ومن الرقم
الرقم ده نشوف مجموعة الأسئلة تجيب لنا أسئلة أخبارها إيه وعاملة إزاي. عندنا كل مجموعة فيها كام سؤال؟ مين عارف؟ ماريا عارفة؟ كام سؤال؟ خمس أسئلة. كل سؤال واحد من صحابنا بقى الحيوانات صحابنا دول بيطلع يسأله لنا صح؟ أول سؤال مين بيسأله لنا عارفين؟ سمكة. برافو عليك، إيه الشطارة دي؟ برافو عليك إيمي. وتاني سؤال مين بيسأله؟ صغير برضو كده بياكل جزر، اسمه أرنب. إيه؟ أرنب. إيمي مذاكرة. تالت سؤال شقي بتاعنا نسأل إيمي بقى. إردة. ماريا. مين؟ ماريا. إردة، برافو عليكي فعلا شقي قوي إردة. ويكون تالت سؤال. رابع سؤال بقى رقبتها طويلة خالص، اسمها إيه؟ زرافة. برافو عليكم. وآخر سؤال، وآخر أسد. سؤال في المجموعة بيكون الأسد. أسد صعب الأسد ها؟ أصعب سؤال في مجموعتنا، آخر سؤال يكون الأسد. دلوقتي اخترت لنا مريم المجموعة التاسعة. لا هي لسه هتختار، ننزل لها المجموعات وتختار. تعال نشوف الأرقام اللي معانا إيه الأول. عندنا كام مجموعة؟ عندنا 12 مجموعة زي ما اتفقنا. مريم قلت لنا رقم كام؟ مريم ما أنا تقريبا زهقت من هنا ومشيت خلاص. مريم احنا لسه مكملين صدقيني متحمسين قوي وعايزين تختار لنا رقم مجموعة كام؟ مريم وطي صوت التلفزيون. اسمعينا من التليفون. التلفزيون. طيب خلينا نوطي التلفزيون خالص، اسمعينا من التليفون زي ما بنكلمك يا مريم عشان رقم نعرف. واحد. رقم واحد. غيرنا الرقم. خلينا واحد. انا بحب الرقم ده يا ماما. رقم واحد من الارقام الرائعه جدا. بدايه كده فيها حماس، فيها اشراقه كده. يلا نشوف المجموعه الاولى هتجيب لنا اسئله اخبارها ايه. اول سؤال بتساله لنا السمكه. سمكه. برافو عليكم. نشوف السمكه اول سؤال تقول ايه. في البيت نقط، الله السماوات والأرض، أنار ولا خلق ولا رتب؟ والوقت ابتدى يا مريم. من اسمعينا من التليفون ويلا فكري وجاوبي. مهم قوي يا عم شرف فعلا ننبه على موضوع الساعه اللي عم شرف، بس كان لي 30 ثانيه وقت اجابتنا. مريم لو سمحتي اسمعينا من التليفون، 30 ثانيه ممكن يبوظوا لنا خالص الاجابه الصح عشان هنتاخر في الاجابه بتاعتنا. السؤال بيقول في البدء نقط، الله السماوات والارض، انار، خلق، رتب. في البدء نقط، الله السماوات والارض، في البدء انار ولا خلق؟ قالت خلق. 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 خلق الله السماوات والأرض. أول آية في التكوين، أول آية في الكتاب المقدس خالص في العهد القديم، سفر التكوين واحد واحد يقول كده في البدء خلق الله السماوات والأرض. برافو شجعوها. برافو عليك. برافو. شاطرة يا مريومة، برافو عليك. يلا عندنا أسئلة كتير، فاضل لنا كام سؤال؟ فاضل لنا أربعة لسه. سؤالنا رقم اتنين مين بيسأله؟ قلنا صغير. الأرنب. برافو يا ماريا الأرنب. تعالوا نشوف الأرنب سؤاله التاني لمريم هيكون إيه. إيه اسم باب الهيكل اللي كان بيقعد عنده الأعرج من بطن أمه؟ الضأن، الفلاس، الجميل. والوقت ابتدى. يلا يا مريم. طيب احنا بنتكلم على الاعرج من بطن امه عشان ما يتلخبطش، في معجزات كتير على اشخاص كتير. احنا بنتكلم على الاعرج من بطن امه كان قاعد عند الهيكل اللي كان فين؟ كان عند الضأن ولا السلام ولا الجميل؟ اسم باب الهيكل ده كان اسم باب الهيكل ايه؟ الضأن ولا السلام ولا الجميل؟ ما نتلخبطش. نفسي تجاوبيها صح يا مريم. يلا يا مريم الوقت بيجري. باب الهيكل اللي كان قاعد عنده اعرج الجميل من بطن امه. الجميل. قالت الجميل عشان دي فيها شويه لخبطه عشان كان في معجزه قوي، بس احنا بنتكلم على المعجزه بتاعت الرسل في اعمال 3:2. وباب الهيكل اسمه الجميل. اجابتك مظبوطه يا يوسف. اول مريم شاطره. جميل خالص. جدا. خلصنا اول سؤالين، نبتدي نهدى كده ونكمل. عندنا لسه كمان ثلاث اسئله يا مريم. سؤالنا الثالث بقى اللي هو الشقي قوي بتاع ده بنخاف منه قوي كل اصحابنا. القرد. اللي اسمه القرد بيخوف. القرد ده الثالث ده شقي وبيلخبطنا خالص. تعالوا نسمع القرد هيقول لمريم ايه. من هم الذين نجاهم الله من اتون النار؟ زكريا ويوحنا واليصابات، ولا ابونا ابراهيم والغلامين، ولا الثلاثة فتية؟ والوقت ابتدى. يلا يا مريم 30 ثانية. طب صدقني القرد يعني لطيف. سؤاله حلو المرة دي. صعب. نتكلم على الأشخاص اللي نجاهم الله من أتون النار، كانوا مين؟ كانوا زكريا ويوحنا واليصابات، ولا كانوا أبونا إبراهيم وغلامين،
ولا كانوا الثلاث في التهيئة بنتكلم على دايما ثلاث أشخاص بس الثلاثة كانوا مين؟ زكريا ويوحنا وإليصابات ولا أبونا إبراهيم وغلامين معاه؟ الفتية الثلاثة طبعا قصة أتون النار كلنا عارفينها. الفتية الثلاثة هم اللي ربنا أنقذوا بيدك مظبوطة يا مريم. يا مريم عليكي طبعا شاطرة شاطرة مريم هايلة أنجزت 60% من الأسئلة. حلو 60% دي يا يعني حسبة صعبة بس فضلنا سؤالين يا عم شارة. سؤالين ده يعني خلاص قربنا على إيه الاخر. طيب سؤالنا قبل الاخير وهو سؤال رقبتها طويله الزرافه لسه ما وصلناش للاسئله. يعني نشوف الزرافه السؤال اللي ممكن يبقى صعب هنشوف نسال ونقول ايه. مين يعرف اسم صوت الاسنان؟ قهقه ولا صرير ولا زفير؟ والوقت ابتدى. الأصوات، عارفين أسماء الأصوات؟ هنا بنتكلم على صوت الأسنان. قهقهة ولا صرير ولا زفير؟ ممكن يبقى سؤال صعب بس الاختيارات تسهل يا مريم. الاختيارات بتاعتنا تسهل لنا قوي فكرة صوت الأسنان حتى لو ما كناش عارفينها. الاختيارات بتقول قهقهة ولا صرير ولا زفير، صوت السنان إيه؟ يلا يا مريم فكر كويس هتعرفي، أنا واثق إن شاطرة هادية وذكية قوي. صرير. تقولي لنا صرير. صرير الاسنان ده صوت الاسنان. اللي ما يعرفش اكيد هي اجابه مظبوطه جدا. تعالوا سامعوا طبعا اجابه مظبوطه وصح. هانت هانت برافو عليك يا مريم. صرير هي صرير الاسنان. حلو ان احنا نعرف برضو اسماء الاصوات. عندنا اسئله كتير في الاصوات. جدا نراجع الاصوات دي ممكن تكسبنا في مسابقات كتير. يلا نشوف اخر سؤال مجموعتنا دلوقتي مع مريم. المجموعه الاولى اخر سؤال بيساله لنا الاسد. يلا نشوف الاسد. السؤال الاخير لمريم هيكون ايه؟ ما هو ترتيب حرف الصاد في الحروف الابجديه؟ نضربها في 3 يطلعوا كام؟ 45 ولا 42 ولا 39؟ والوقت ابتدى يا مريم. السؤال سهل بس جايز تحتاج الكالكوليتر بسرعه خالص. انا بتكلم على حروف الابجديه. مين حافظ من ا ب؟ حرف الصاد حرف رقم كام نضربه في 3؟ حرف الصاد حرف رقم كام في الابجديه نضربه في 3؟ هيدونا 45 ولا 42 ولا 39؟ بسرعه كل اصحابنا بيتفرجوا علينا يحاولوا يعدوا كده ا ب ت س. نشوف صاد هنوصل لغايه رقم كام في الابجديه والرقم اللي هنوصل له ده هنضربه في 3. هيدينا 42 ولا 45 ولا 39؟ دي اختيارات. الوقت بيخلص وقتنا قليل بس صدقوني السؤال مش صعب. عايزين بس بسرعه نحاول نراجع مع بعض الابجديه. مريم بسرعة يا مريم اخر فرصة بسرعة. عندنا 45 42 39 27. قلتي كام؟ مش موجودين في الاختيارات يا مريم. 45 42 39 بسرعة اي اجابة. نفسي مريم تكسب معانا لكن الاجابة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ اللي بيديكي 42 الاجابة كده 39. اخر اجابة خالص يا مريم لو سمحتي. 39. بص احنا مبدئيا لازم نوضح لاصحابنا. حاضر يا مريم. لازم نوضح لاصحابنا احنا قاصدين ندي مريم استثناء لانها وصلت للسؤال الاخير فبنديها استثناء في الوقت. نشوف اجابتها بقى صح ولا غلط. 39 كانت اجابه مريم. تعالوا نحسب مع بعض. صحابي انا شايف ان هي اجابه سهله جدا بس تعالوا نعد مع بعض ونشوف. الف يلا نعد. الف ب ت س ج ح خ د ز ر. احنا كده وصلنا ل10. تمام ماشي. زين سين شين صاد 14 في الحروف الابجديه. جيم حلو قوي. نقعد نغنيها بقى ونعيش النهارده حياتنا مع بشاره بعد ما نخلص حلقه. لكن احنا دلوقتي عندنا رقم 14 ونضربه 3 يدينا 42. خساره قوي. انا مريم على فكره قالت 42 بس هي لخبطه في الحساب ممكن تلخبط. كان نفسها مريم تكسب معانا وصلت معانا لغايه اخر سؤال. بنشكرها جدا. انا ما قصرت.
اديتها فرصه. اه طبعا بعد ما جاوبت صح هي اللي جاوبت غلط. ما تزعليش يا مريم، انت شاطره خالص، كونك وصلت للسؤال الاخير يمكن اتلخبطتي شويه. المكسب مش كل حاجه، احنا فرحنا جدا ان سمعنا صوتك وشاركتي معانا، وان شاء الله المره الجايه تكوني من الفائزين في البرنامج. ومريم وامي انبسطوا جدا بيكي، كلنا انبسطنا ان انت اتصلت بينا يا مريم، مبسوطين قوي بيكي. لكن معلش دايما نقول هارد لك، دايما اسئله فيها وبرضه نشجعها مايكل بعد اذنك. توسع قوي لمريم. لسه عندنا تليفونات كتير، عندنا فرصة كل اصحابنا لسه يكسبوا معانا. وعارف معانا مين دلوقتي؟ معانا روماني. روماني حلو خالص. روماني يلا بينا. ها روماني ازيك؟ ازيك يا عم بشارة؟ انا كويس يا حبيب عم بشارة. انت بتتكلم منين يا روما؟ من المنوفية. من المنوفية، اهلا بيكم بكل اهل المنوفية. انت في سنة كام؟ سنة تانية اعدادي. هايل خالص، كبيرة اهو شوية، واكيد عندك معلومات حلوة وهتكسب معانا. ماشي يلا بينا معاك المايكل بسرعه. روماني مبسوطين قوي ان انت وصلت لنا. انا شايف النهارده اصحابنا كتير بيكلمونا حتى من محافظات مختلفه عن القاهره، ودي حاجه تبسطنا قوي على فكره. بنبسط قوي كل اصحابنا بيكلمونا كل الصعيد او بحر، دي حاجه تفرحنا. منيا ومنوفيه عظيم. روماني اهلا بيك، شجعك قوي النهارده ان انت تكمل معانا الاسئله لغايه الاخر. ركز قوي، اوعى تغلط. عندنا مجموعات كتير قوي روماني صح؟ عندنا كام مجموعه؟ عندنا 12 مجموعه، لكن مجموعه رقم واحد يمكن مريم صاحبتنا خدتها. عندنا اي مجموعه تانية تختارها لي من 2 لغايه 12؟ تختار رقم 2 يا عم بشار. 2 يا عم بشار، يلا اختار لنا رقم 2. برافو عليك يا روماني. احنا دلوقتي دخلنا في المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه اسئلتها كتير، قلنا كام سؤال؟ 5 اسئله يا مريم. بس اول سؤال مين بيساله لنا؟ سمكه صغيره خالص. يلا نشوف السمكه هتسال روماني تقول له ايه اول سؤال. أعمل نقط الذي أرسلني وأتمم عمله، طريق ولا حقيقة ولا مشيئة؟ والوقت ابتدى يا روماني، 30 ثانية يلا. دي آية طبعا في يوحنا 4، الآية بتقول طعامي أن أعمل نقط الذي أرسلني وأتمم عمله، طريق حقيقة مشيئة. طعامي أن أعمل طريق الذي أرسلني، ولا طعامي أن أعمل حقيقة الذي أرسلني، ولا طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم 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 عمله وأتمم عمله. مشيئة طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. قلنا موجودة في يوحنا 4 وآية 34 بالظبط. إجابتك مظبوطة يا روماني. تعالى نسقف لك جامد قوي طبعا. برافو عليك شاطر. دي طبعا آية قالها رب المجد يسوع إن هو جه عشان يتمم عمل الآب، الله الآب طبعا اللي أرسله وجابه على الأرض. طب عظيم خالص، عندنا لسه أسئلة كتير. روماني أول سؤال كده في حماس وبسطتنا، يلا نكمل مع بعض أسئلتنا. سؤالنا التاني مين بيسأله؟ قلنا أرنب. برافو يا مريا. برافو مريا. أرنب صوت بيها هي، صوتها كده جميل. يلا نشوف السؤال التاني، الأرنب هيقول إيه لروماني؟ مات حنانيا وزوجته طبيسة ولا سفيرة ولا رودة حينما كذب على الرسل؟ والوقت ابتدى. هنكمل الآية دي بتقول، بيقول كده مات حنانيا وزوجته نقط حينما كذب على الرسل، طبيسة ولا سفيرة ولا رودة؟ اسم زوجته ايه؟ اه مات حنانيا وزوجته مين؟ مين اسم الزوجة كان؟ طبيسة ولا سفيرة ولا رودة؟ سفيرة يا عم بشارة. سفيرة. يبقى حنانيا وزوجته سفيرة. سفيرة. إجابة مظبوطة. تعاون سيف قوي. برافو. برافو عليك شاطر. حنانيا وسفيرة قصتهم معروفة، موجودة في أعمال الرسل طبعا. كل الناس اللي قارين زي روماني كده القصة عارفين، وعارفين أسمائهم، موجودة في أعمال 5، قصة من 1 لـ10 اللي عايز يراجعها ويفتكرها. يلا نكمل أسئلتنا. سؤالنا رقم 3 هو سؤال الشيء. قرد. اسمه إيه؟ قرد. قرد. يلا نشوف القرد سؤاله الثالث يكون إيه للروم. في حلم الملك نبوخذ نصر رأى تمثال رأسه من ذهب ولا فضة ولا نحاس؟ والوقت ابتدى.
السؤال بيقول في حلم الملك نبوخذ نصر رأى التمثال رأسه من رأس التمثال ده كانت من ايه؟ كانت من ذهب ولا كانت معمولة من فضة ولا كانت معمولة من نحاس؟ افتكر الحلم بتاع نبوخذ نصر، ان شاف تمثال كبير وضخم كان راسه معموله من ذهب ولا فضه ولا نحاس. ها دانيال، ذهب. 32 ذهب. اجابه مظبوطه. تعالوا نسحب جامد. برافو، عارف شاطر خالص، ماشي كويس، عظيم جدا، شاطر. اجابه عيار 24 10 على 10 ذهب. اجابه ذهب. يلا نكمل اسئلتنا، فاضل لنا سؤالين. رواني مش معانا كويس خالص، وعدينا الشاي القرد بتاعنا اللي كان فاضلنا سؤالين، يا رب يكونوا سهلين تعرفهم يا روماني وتعرف تجاوب عليهم. سؤالنا رقم 4 هو سؤال الزرافه. يلا نشوف مع بعض سؤال الزرافه هيقول لك ايه. امتى بنصلي بشفاعه والده الاله في القداس الالهي؟ بعد البولس ولا بعد السنكسار ولا بعد صلاة الصلح؟ والوقت ابتدى. حلو خالص، نبقى عارفين وحافظين الأماكن في القداس. هنا بنصلي بشفاعة والدة الإله، الصلاة بتاعت بشفاعة والدة الإله بتقال إمتى في القداس؟ بعد البولس، بعد السنكسار، بعد صلاة الصلح. بنقول بشفاعة والدة الإله في نرزق بشفاعة والدة الإله الكتير. قولها إمتى؟ بعد البولس، بعد السنكسار، بعد صلاة الصلح. يلا يا روماني طبعا شاطر. بعد صلاة الصلح. بعد صلاة الصلح متأكد طبعا. إجابة صح جدا. تعالى نسأل جامد روماني شاطر. الناس شكله كده ومذاكر وحافظ على الاسد بقى، شاطر خالص. بس فاضل لنا سؤال اسد الشرس. شرس ده قوي. ها صعب الشرس. ها موتر. يلا نشوف اخر سؤال. سؤال الاسد هيعمل ايه مع روماني؟ هيجاوبه ولا هيغلبه الاسد؟ هيجاوبه. ونسمع مع بعض الاسد يقول ايه. كم عدد نصف 86 تفاحه نضربهم في 3 يطلعوا كام؟ 121 ولا 125 ولا 129؟ والوقت ابتدى. والسؤال سهل يا رومان. حلو خالص. السؤال الاخير دايما ممكن يكون لخبطته هي الوقت، لكن السؤال سهل خالص. السؤال بيقول 86 تفاح هنقسمهم على 2. هنقسمهم على 2 لان هم عدد نصفهم، عايزين نقول ونضربهم في 3. ونضربهم في 3. ده السؤال بمنتهى البساطه، وعندنا 3 اختيارات: 121 125 129. ببساطه 129 يا عم بشار. 86 على 2 ونضربها في 3 قال 129. طب 86 على 2 43 في 3 129. تعالوا يا روماني، مظبوطه جدا. برافو روماني، الفرحه اللي انا سامعها منك ومن اللي حواليك صدقني ده الهدف الاساسي لينا في البرنامج، اننا نفرح اصدقائنا واطفالنا الجمال. الف مبروك يا روماني. الاعداد عندنا هياخد رقم تليفونك علشان اما نجهز للحفله هتيجي تنورنا في البرنامج وتستلم الجائزه بتاعتك ونحتفل سوا بفوزك. نشكر روماني اول فايز معانا النهارده في حلقتنا. حلو خالص، بيفرحنا عشان نحس ان لسه في فايزين وهو بدايه الفائزين. وانا كمان فرحت قوي انه فاز، علشان كده هنطلع فاصل صغير نروح نحتفل باصحابنا اللي عيد ميلادهم الشهر ده، ونعرف كمان معلومه جديده في جمله مفيده، ونرجع تاني. استنوا هنا، رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. كلها كام ثانية وراجعين.
السماعة والمقص. المقص والسماعة. السماعة والترمومتر والشنطة اللي فيها الأدوات. كماشة. المقص الترمومتر. كماشة والمقص والبلطو والسماعة. البلطو والسماعة والأدوات الطبية والمشرف والسماعة. ألف مبروك وعقبال 100 سنة لكل حبايبنا الحلوين أنجلينا ومارييل وأندرو وإبرام، وكلكم عقبال 100 سنة يا رب. إيه هي أدوات الطبيب اللي بيستخدمها؟ متهيألي كلنا يعني ربنا يحميكم من المرض، أكيد كل طفل فيهم راح مرة للدكتور وشاف الأدوات. صح طبعا. أول ما بنروح بيعمل إيه؟ عندنا إيه؟ عايزين نطلع دكاترة فنقعد نتفرج على شكل الدكتور. وفي لعب فيها الأدوات. فأول ما بتروح للدكتور بيحط هنا إيه؟ السماعة. وعندنا كمان بيبقى لابس البلطو. ده شكله بقى لابس البلطو. شكله لابس ده من ادوات. وبعدين ممكن يحط جهاز هنا منفخ ويعمل كده اللي هو جهاز ايه؟ الضغط. جهاز الضغط. وانت طب كمل انت بقى، عندنا ايه تاني يا مايك؟ هو الدكتور الحقيقه كل في تخصصات كتير قوي كمان بشار، لازم كل اصحابنا يبقوا عارفين تخصصات الطبيب مختلفه. يعني ممكن ممكن دكتور بتاع انف واذن وحنجره مختلف عن دكتور بتاع اسنان، ما كلهم دكاتره. فالادوات بتاعتهم مختلفه، بس دايما يعني في حاجات كده زي اسعافات اوليه دايما ممكن يبقى معاه حقنه، ممكن يبقى معاه حاجات ادويه معينه. لو حقنه دي يا مايك حد مثلا وقع او كده دايما يبقى عنده حاجات منقذه. في حاجات منقذه. وطبعا بيبقى معاه برده ادوات كده خفيفه زي مثلا الترمومتر بتاع اللي بيتحط في البق، او ممكن نحطه في حتت مختلف عشان نعرف درجه حراره الجسم لو طفل او حد كبير عيان او كده. ممكن معاه قلنا زي ما قلنا ادويه، او مثلا ممكن معاه ادوات زي حديد كده او ادوات حديديه ممكن يعرف يخفض اللسان عشان يشوف الهوس جوه. اسمها خافض اللسان فعلا عشان لما يكون في احتقان في الصدور او حاجه يقدر ينزل اللسان عشان يشوف اكتر او الرؤيه تبقى اوضح له. برده حاجات ممكن تستخدم في الودن وحاجات كتير من هذا القبيل. بس احنا عارفين زي ما بنقول دايما مهم قوي نبقى عارفين ان الطبيب حاجاته مش ثابته، لان كل دكتور او كل تخصص ممكن يبقى ليه حاجات مختلفه. اللي قلناها يمكن الحاجات الدارجه او الحاجات المعروفه عند كل دكاتره زي البلطو، تلاقي كل دكاتره بيلبسوا بلاطي. كل دكاتره ممكن يحطوا سماعات عشان برضو يسمعوا النبض زي ما عم بشاره قال بالظبط. واحنا في الفاصل سمعنا حاجه صغيره من ايمي، هي بترني وانا وعدتكم ان هنسمع صوتها. تيجوا سوا نسمع ايمي ترنم لنا حاجه صغيره كده، يلا بينا اتفضلي. فكر يلا معايا ضروري، الرب بيراني ازاي؟ ركز كده وبلاش تتاب، فتح ودنك اصلي هجاوب، واجابتي في السطر الجاي. اصل انا في ايدين رب يسوع، وهرنم وبصوت مسموع، وندهولي صوتك قاسي، هفتح بقي وعني الصوت، واتنطط اصلا انا فرحان، وهسقف كم سقفة كمان، وهسلم على صاحبي واقول له ربي يا صاحبي يحبني موت. برافو. واحنا كمان نسقف لها. جامد قوي مريالي. هايله خالص. جميله صوتها جميل، وهي بنوته شطوره خالص، وعرفت كمان انها متفوقه في المدرسه، وترنيمه جميله كمان من الترنيمه الجديده. جديده جميله. ربي يا صاحبي يحبني موت، يعني برضو حتى فيها كلمات جديده كده بتاعه اليومين دول. مايكل احنا لغايه دلوقتي عندنا في الجزء الاول من برنامج فائز واحد اللي هو روماني. روماني مظبوط. انا عايز على الاقل فائز تاني، وعايزين بقى اصحابنا كمان يكملوا الاقاليم بتاعتنا. عايزين فائزين كتير عشان الحفله عندنا هدايا كتير قوي. عشان قصب مش عارفين هنوديها فين. عايزين نوزع قصب. لا احسن نفتكروا اللي هيجي هندي له عود قصب. لا ده في هديه قيمه جدا للي هيكسب. نديهم عود قصب. ماشي. نشوف معانا مين. معانا ميشيل. الو ميشيل، ازيك يا ميشو؟ الحمد لله تمام. بتتكلم منين يا ميشيل؟ بتكلم من المنيا. منين؟ من المنيا الجديدة. ايه المنيا يا عروس سعيد؟ المنيا الجديدة. يعني في حاجة مختلفة. يعني مش المنيا الأولانية بتاعت أول مكالمة فاكر؟ عشان لا برضه. أهلا بيكم بكل أهل المنيا. حبيبي أنت عندك كام سنة؟ عندي 12 سنة. 12 سنة يا رب، يبقى عندك 100 سنة كده. يلا بينا، عندي أمل إنك تبقى الفائز التاني.
يلا مع انكل مايكل اختار رقم مجموعه ونتسابق سوا. حلو الامل يا عم مشوار، حلو الامل برضو ان احنا يبقى عندنا امل دايما في المتسابق الثاني. مش النهارده يكون معانا هو الفايز الثاني يا رايا؟ مش متحمسين لك جدا زي ما مشوار قال، نفسنا كده ايه تختار مجموعه كده جميله وتبقى كل اسئلتها سهله تعرف تجاوب عليها. عندنا كام مجموعه؟ عندنا 12. هاي 12 كلهم جمال، 12 مجموعه كلهم لزاز يعني، لكن عندنا مجموعتين اتاخدوا، واحد واثنين. برافو يا ماريا، صح ومركزه. فضلنا من اول ثلاثه لغايه 12، تختار لي رقم كام يا ميشيل؟ اختار سبعه. سبعه رقم، بحب الرقم ده جدا. جميل جميل. فكره يا مشوره، ايام سبعه دي ايام سبعه سابع فرقت معانا في حياتي. يلا نشوف رقم سبعه، مجموعه جميله جدا. السؤال الاول فيها بتساله لنا سمكه. يلا نشوف سمكه جميله. اول سؤال ان شاء الله يكون ايه؟ هلم ورائي فاجعلكما نقط الناس. محبي ولا صيادي ولا مساعدي؟ والوقت ابتدى. عظيم. السؤال بيقول طبعا هي آية متى أربعة بتقول هلم ورائي فأجعلكما نقط الناس. محبي الناس، صيادي الناس، مساعدي الناس. فأجعلكما هل صيادي؟ صيادي الناس. صيادي الناس. هنا بقى اختيار الله او اختيار رب المجد يسوع للتلاميذ بتوعه، كان يقول كده هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس. برافو عليك، برافو عليك، شاطر جدا. اسف قوي ان شال متى اربعه وايه 19، لان هما كانوا بيشتغلوا صيادين سمك، فقال لهم يلا بقى تعالوا معايا اصطادوا الناس ودخلوهم. حلو خالص. ميشيل طبعا جربت اول سؤال، ودي تدي دفعه بوش. بوش باور، باور البوش. يلا نشوف سؤالنا رقم اثنين، يساله لنا الارنب، ارنب الصغير. يلا نشوف الارنب يسال ميشيل يقول له ايه السؤال الثاني. عاصمة دولة النمسا اسمها ايه؟ لوكسمبورغ، روما، فيينا. والوقت ابتدى يا ميشيل، 30 ثانية. أنا بحب قوي درس العواصم بقى والجغرافيا والكلام ده. مين صحابنا حافظين وشاطرين؟ دولة النمسا عاصمتها ايه؟ لوكسمبورغ ولا روما ولا فيينا؟ عاصمة دولة النمسا، عارفين فين النمسا؟ في أوروبا، في قارة أوروبا. عارفين فين أوروبا؟ دولة النمسا. عاصمة النمسا دي بتكون ايه؟ اسمها لوكسمبورغ ولا روما ولا فيينا؟ ميشيل قلت لي جاوب بس فيينا. النمسا فيينا. عاصمة النمسا فيينا. اجابه مظبوطه. تعالوا سقف جامد قوي لميشيل. طبعا اجابته صح جدا، سقف جامد قوي قوي. ايه الشطاره دي؟ انا الحقيقه بخاف صحابنا يتلخبطوا في الجغرافيا ونبسط قوي عشان بحبها اصلي شخصيا. بحب الجغرافيا يا عم شار. انت كنت ادبي فين؟ انا كنت علم علوم. علم علوم يعني. بس انا بحب الجغرافيا طول عمري. حلو جدا. خالص، شاطر جدا يا ميشيل، انا مبسوط جدا من اجابتك، وكانت اجابه فيها ثقه كده ورزانه وقوه يلا نشوف سؤالنا رقم ثلاثة. الشقي اللي بتخاف منه اسمه ايرن. خطيت قوه وشقي بقى طب يلا نشوف القرد. سؤالنا الثالث لميشيل يكون بسببه عايش الطفل ولم يذبح، الكبش ولا الاسد ولا الدولفين؟ والوقت ابتدى. حلو خالص، من الاختيارات بتهيألي هتسهل لنا الدنيا خالص. بسببه عايش الطفل ولم يذبح، بسببه عايش الطفل ولم يذبح، كان مين؟ كان الكبش ولا الاسد ولا الدولفين؟ حلو الدولفين ده اختيار لطيف كده. الاسد ولا الدولفين ولا الكبش؟ ولا الكبش ولا الدولفين ولا الاسد؟ بسببه عاش الطفل ولم يذبح. طيب سهلها، دي موجوده في تكوين، وتكوين 22 قصه كلنا عارفينها وحافظينها. الاجابه الكبش. ال الكبش. الكبش ما قالش الدولفين. تخيل ما قالش الدولفين، لان فعلا الكبش اجابه مظبوطه. تعالى سؤال جامد قوي قوي ميشيل، اجابتك صح طبعا، برافو عليك، شاطر جدا. كبش هو اللي انقذ اسحاق طبعا من الذبح، زي ما كلنا عارفين وحافظين قصه ابراهيم واسحاق، وازاي فعلا ربنا كانت وصيته واختباره لابراهيم كان ايه، وطبعا الكبش هو اللي انقذه. ده المغزى بتاع السؤال اللي يمكن يكون مش مفهوم، لكن هو دايما السؤال كده لخبطنا، بس الاجابه مظبوطه طبعا، برافو عليك يا ميشيل. يلا عندنا سؤال رقم زرافه أربعة، اللي هو مين بيسأله؟ الزرافة. ماريا مركزة جدا، عارفة مين هيسأل. خلاص بقى ابتدت تركز مع الأسئلة. يلا نشوف الزرافة سؤاله الرابع ليه ميشيل هيكون إيه النهاردة؟
من صغره وهو بيصلي صوابعه بتنور نور جامد قوي، يا ترى هو مين؟ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، ولا القديس يوحنا ذهبي الفم، ولا القديس أبانوب؟ والوقت ابتدى. قديس معروف عنه ان صوابعه كانت بتنور وهو بيصلي، رفع ايديه يصلي كانت صوابعه بتتوهج بالنور او كانت بتنور. الانبا شنودة رئيس المتوحدين، ولا القديس يوحنا ذهبي فم، ولا القديس ابا نوب ده القديس اللي بنتكلم عنه. مين في الثلاثه دول؟ القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين، القديس يوحنا ذهبي فم، الانبا قال الانبا شنودة رئيس المتوحدين معروف عنه كده في سيرته ان هو من صغر ولما كان بيصلي كان صوابعه بتتوهج او كانت بتنور. اجابتك مظبوطه جدا يا مشاري، جامد قوي جامد قوي. طبعا اجابتك مظبوطه. وكده فاضل سؤال بقى في العميق كده، ابتديت اتمسك بالامل يعني. الامل جاي، اه امل قوي جدا، لان فاضل لنا سؤال واحد ونكسب مع بعض، او نكسب يكسب ميشيل وكلنا نفرح بيه. يلا نشوف اخر سؤال. سؤال ال اسد صوت عالي، اسد بيعمل ازاي؟ الاسد صوته عامل ازاي؟ يا ماما يا ماما شرس تجري منه. يلا نشوف الاسد اخر سؤال في المجموعة السبعة لميشيل هيكون ايه؟ كم إجمالي عدد أيام صوم القديسة العذراء مريم زائد عدد أيام صوم الميلاد المجيد نجمعهم زائد 10 يطلعوا كام؟ 48 ولا 58 ولا 68؟ الوقت ابتدى. الوقت ابتدى. يلا حسبة 30 ثانية هنحسب بسرعة. طبعا الحسبة هي اللي ممكن تعطلنا. الحسبة بتقول كم إجمالي عدد صوم القديسة العذراء مريم، بنصوم القديسة العذراء مريم كم يوم، زائد عدد أيام صوم الميلاد المجيد ويضيف عليهم 10، يدونا كام؟ يدونا 48 ولا 58 ولا 68؟ ها نحسب بسرعة وما نتلخبطش. 8 وكم؟ قلت كام؟ وكلهم تمانيات. 68 مش 48. قال 68. 68 يا ميشيل قلت 68. 68 اجابته 68. تعالوا نحسب مع بعض ونشوف ميشيل اجابته صح ولا غلط. عيد القديسه او صيام القديسه العذراء مريم هم كام؟ 15. 15 يوم كلنا حافظينهم وعارفينهم طبعا، في ناس بتصوم اكتر. 15 يوم هو صيام القديسه العذراء مريم. صيام الميلاد المقدس او الميلاد المجيد هو 43 يوم. 43 زائد 15 كده اول جزء هيدونا 58، هنزود عليهم 10 يبقى 68. برافو، إجابة صح. تاني متسابق وتاني تاني واحد. برافو، ما خيبش ظني وكسب بالفائز التاني معانا النهاردة. ألف مبروك يا ميشيل، إن شاء الله هنسعد بيك لما تنورنا في الحفلة وتستلم الجائزة بتاعتك ونتصور مع بعض كمان سيلفي. تليفونك الإعداد هياخده منك علشان نتصل بيك أما نجهز بالحفل. أشكرك قوي ميشيل، طبعا بتفرحنا، بيفرحنا قوي المتسابقين الجمال بيكلمونا من حتت بعيدة وبمتحمسين وبيكسبوا كمان معانا ومذاكرين ومركزين قوي في الأسئلة، مركزين في الوقت بتاعنا، مركزين إن هما برضو يسمعونا من التليفون. الكلام ده كله بننبسط قوي بيه من كل أصحابنا اللي بيتابعونا وبيتسابقوا معانا. عندنا وقت بنحب لا للأسف الوقت ابتدى يجري أو بيخلص، علشان كده إحنا يهمنا نكافئ كمان الفائزين اللي بيفوزوا معانا. عشان كده معانا اسماء الفائزين اللي فازوا المره اللي فاتت. حابب عم بشاره ابتدي بالفائزين طبعا السنه اللي فاتت. هي السنه اللي فاتت فعلا ده حقيقي يعني، بعد برضه كان بغلط لكن هي مظبوطه. الحلقه اللي فاتت بتاعتنا كانت 2017 السنه اللي فاتت، وكانت اخر حلقه فازت فيها معانا واحده بس، كانت انجي. عمو بشارة مش هنكتفي بحلقة السنة اللي فاتت، لكن حلقة السنة دي وأول حلقة السنة دي نكون معاكم في عم بشارة على الهوا. كسب معانا اتنين فرحونا جدا، هما روماني وميشيل. مبروك لإنجي وروماني وميشيل. الفرصة لسه متاحة لأصحابنا اللي بيتفرجوا معانا في البيوت، لو جاوبوا على سؤال الحلقة بتاع النهاردة. والسؤال بيقول إيه هي الآية اللي قالها السيد للخدم اللي كسبوا وربحوا في الوزنات
اللي هم قالها للي كان معاه الخمس وزنات واللي كان معاه الوزنتين. اعرفوا الإجابة الصحيحة وابعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة، وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج عمو بشارة على الهواء. نفس صندوق البريد بتاعنا أو الإيميل تقدروا تبعتولنا عليه صوركم وتواريخ ميلادكم ونحتفل سوا ونقول لكم هابي بيرث داي. كمان يقدر يا مايكل يبعتولنا اقتراحاتهم للبرنامج وأي ملحوظات. اخبار الحلقه ايه؟ خلص الوقت؟ حلقه خلصت، لك لسه بنقول فرحانين جدا بيك، فرحين قوي ان احنا بنبتدي يعني السنه الجديده معاكم بالقصب والقلقاس والحاجات الجميله اللي عم شار النهارده فكرنا بيها في عيد الغطاس. حسين قوي انه كانت معانا ماريا وكان معانا ايمي اللي رنمت لنا وفرحتنا. عم شار بشكرك جدا، حلقه جميله، ونفسنا كمان نبتدي السنه بتاعتنا بحلقات جميله كتير، نعيد كل حلقه يبقى فيها افراح ويبقى فيها دايما اعياد عليكم كلكم. نشوفكم الحلقه الجايه السبت الجاي نفس الميعاد قبل دلوقتي بساعه. ودلوقتي نقول لكل اصحابنا في البيت ايه؟ باي باي. يلا عشان نمص القصب بقى، يلا. انا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. انا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. رايح فين؟ ماشي استنوني المرة الجاية. باي يا حبايب عمو بشارة. بدري يا عمو بشارة، خليك شوية خليك شوية.